غلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. سوف أكرر الآية مرتين ثم أسألكم من حفظها منكم. أنا حفظتها يا شيخ. أحفظتها من مرة واحدة؟ نعم. إذن اتلها علي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا محمد، إني أحفظ القرآن منذ 20 سنة ولم أجد طفلا ولا حتى شابا له نفس قدرتك على الحفظ. إنها موهبة ميزك بها الله على سائر الأطفال. ليست الآية فقط، أنا أحفظ السورة كاملة. كلما قرأت آية أحفظها من أول مرة. من أول مرة؟ نعم، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المغرور، أتظن أن هذه قدرتك الخاصة؟ لست مغروراً يا خالد، وإنها قدرتي فعلاً. ليه؟ بل هو العفريت الذي مسك. عفريت؟ نعم، عفريت شرير يساعدك على الحفظ ثم يأمرك فتطيعه ثم يجعلك شريراً مثله. لا، لم يمسسني عفريت. أنت الآن لا تشعر به، ولكنه سيأتيك في ظلمة الليل وستراه بعينك. لا لا، لن أرى العفريت، لن أرى العفريت. بل ستراه. أنا العفريت الذي مسك. أنا الذي أساعدك على حفظ كل شيء وبسرعة فائقة. وماذا تريد مني؟ أريدك أن تطيعني في كل الشرور التي آمرك بها. شيئا فشيئا ستكون شريرا مثلي. لا، لن أكون شريراً. بل ستكون، فأنا من شياطين الجن، وستكون أنت من شياطين الإنس. ابتعد عني، لن أكون شريراً، ابتعد عني. يا ربي، أين أنا؟ أنت معي يا صديقي، سنزور مدينتي الجميلة التي ولدت فيها. إنها مدينة الأشباح. وهل يولد عفريت مثلي إلا في مدينة أشباح؟ أدركوني، أدركوني. لن يستطيع أحد أن يجيرك مني، أنت صديقي ورفيقي. هناك مشكلة واحدة يجب أن نتغلب عليها. ما هي؟ أنت مخلوق من طين وأنا من نار. انظر إلى هذه النيران. إنها نيران مشتعلة حارقة. سألقيك فيها حتى تصبح من نار مثلي. لا، لا تلقني في النار. لا، لا تخف، ستحرقك في البداية ثم تعتاد عليها ولا تستطيع الاستغناء عنها. أدركوني، أدركوني. الحمد لله، كان حلما. لا، بل كان كابوسا. ماذا أفعل حتى لا أرى العفريت ثانية؟ مثلما قال لي خالد، الرمل الذي جمعته من الطريق
سأضعه في عيني ولن